بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم صالح سلطان، مرحبا بكم في ورشة شارك ليك أو بحيرة القرش. اليوم راح نتكلم عن تعديل أو تصليح الألوان في برنامج فانكا برو إكس. أو المرة اللي فاتت سجلت درس في تصليح أو تعديل الألوان في برنامج اسمه دافينشي. إذا ما شفتش الدرس هذاك الرجاء تشوفه حتى يعني تاخذ معلومات أكثر. طبعا حتى تجيب البانل هذه ممكن تحط كماند 4 او مثلا تدوس على الحرف الاي ها هنا، ومن بعد تختار اللقطة اللي انت عاوز تصلي عليها. من بعد نروح على هي اصلا التعديل الاول بسموه primary color correction، primary اللي هو الاول حاجة. من بعد نخش في الداخل هكذا، تبدأ من الاكسبوجر. مثلا عندنا الشادوز الميدونز والهايلايتس. احنا الهايلايتس المفروض متطلعش عن المي. اول حاجة نشوف الهيستوغرام، تروح على اللي هي كماند 7، او مثلا تحط من هنا تروح على شو فيديو سكوبس. واذا كانت هذه اللومة مش ظاهرة عندك فقط تروح على في المنطقة هذه وتروح على ويف فورم اللي هي راح توريك اللومة، او مثلا تحط برضو هذه احسن خلينا في يعني اللومة، وهذه برضو بتوريك ال RGB في الشاشة. طيب ماذا تقول لنا هذا الويف فورم؟ الآن نحط هذه على fit. أوكي. عندنا من 0 إلى 100، والمفروض ما تطلعش فوق 100 وإلا الألوان البيضاء يعني سوف تكون فاقعة وتختفي. حتى مش راح أصلا مش راح يبيعوها في التلفزيون إذا كان في غلطة هنا. والمناطق هذه المفروض ما تنزلش ما تهبطش عن 0. طيب احنا تقريبا في المعدل الصحيح، لكن برضو ممكن ننزل الالوان السوداء قليلا الى تحت، يعني زي كانك عامل لها اس كيرف ترفعها قليلا الى الفوق. والميد تونز هذه يعني على حسب ذوقك، ممكن انزلها تقريبا هكذا. طيب نخرج الخارج ونشوف من غير الكار كوركشن، هكذا كانت والان نعم شايفين في الفرق. هذا البرايمري. مثلا الان حبيت اعمل سكندري كولر كوركشن، فنروح على هون الزائد نزيد لها كولر كوركشن تاني. بعد خلينا نحط ماسك ها هنا، وفي الماسك هذا فقط مثلا احنا اصلا السماء راح نغيرها، نغيرها حاجة تانية، لكن فقط حتى أوريكم إنه يعني تقدر تعمل الحركة هذه. من بعد نروح على الكلر كوركشن هون، ونروح على الساتوريشن أو مثلا الكلرينج، وتزيد أي لون مثلا أنت حبيته، تنقص تعلي، تروح على الإكسبوجر يعني تغمقه، ممكن تعمل فيه أي حاجة يعني، أو ممكن تحط عليه كي فريمز اللي هو هنا كي فريمز انه يتحرك مع الفيديو، لكن هذه مش بحاجة ليها. حاجة تانية ممكن تعملها، حبينا نزيد الخضار ها هنا فقط تعمل برضو زائد حتى تعيد حتى تعمل color correction تاني، وتروح على البيكر هذه وتختار اللون اللي انت حبيت تعمل له تعديل. بعد لما اخترته ممكن تختار الرينج تاعه ها هنا، وتدخل للداخل حتى تعمل التعديلات نتاعك. مثلا اذا رحنا على الساتوريشن، اول حاجة ممكن اذا حبيت تغمقه، شفت هذه هي المناطق اللي ممكن. نعم الحاجة الثانية انا حبيت فقط الاشجار، فممكن نرجع مرة ثانية وناخد
هذه نعدلها حتى ما نختارش كل حاجة، يمكن حتى نعمل ماسك نحطه فقط للأشجار هكذا حتى ما نأثرش على الماء، ونقلل من اوكي نقول اوكي لانه من غير الماسك راح يأثر على الماء مرة تانية. طيب نخش على التصليحات مرة تانية، ونروح على هذا ونرجعها زي ما كانت، نحط ريسيت. الحاجة اللي حبيت أثر عليها اللي هي الساتوريشن، نروح على الساتوريشن ونرفع درجة الخضار، يعني هي درجة عالية جدا، لكن هكذا مش راح نحطها في الفيديو أو يعني في الفيديو، لكن حتى أوريكم إن أين التأثير، يعني إذا خرجت للخارج و نعم من غير color correction بالساتوريشن زي ما احنا شايفين، ومؤثر فقط على الأشجار. لكن نرجع مرة تانية ونرجع لحاجة معقولة كما هذه، ممتاز. اوكي نقول خلصنا من اللقطة الأولى، و طبعا زي ما قلت لكم السماء راح تتغير، راح نغيرها، فلما نغيرها نرجع ونصلح الألوان مرة تانية إن شاء الله. نروح للقطة هذه ونلاحظ انه اللقطة هذه الألوان مش متناسقة. نرجع للقطة هذه نفس الحاجة. طيب ناخذ اللقطة هذه ونروح على البرايمري كولر، بعد نروح على الاكسبوجر، واول حاجة نرفع الميد تونز، نخليها تقريبا في النص هكذا، وننزل الألوان السوداء إلى مكانها الصفر، والألوان البيضاء نرفعها قليلا حتى توصل تقريب المئة. بعدين نتفرج على الفيديو هل هو يعني فعلا يعني هل هو فعلا يعني مضبوط ولا لا. أنا كنت فقط أتفرج على المنطقة هذه. الآن أروح للفيديو، وعلى حسب ما يعني الذوق متاعك ممكن تهبط وتشيل زي ما انت عاوز هكذا. اوكي يمكن احط لها شوية ساتوريشن، هكذا اوكي. حتى الساتوريشن رجع، حتى الساتوريشن يمكن نعملها ب سكندري، حتى اني اتحكم بها احطها ولا اشيلها زي ما انا عاوز في المستقبل. يعني اروح على هذه المنطقة واروح على الساتوريشن، ارفع الساتوريشن هكذا، الآن أرجع أشوف بلا ساتوريشن وبالساتوريشن. الآن ممكن نذهب للقطة الثانية. اللقطة الثانية الظاهر رجعها زي كما كانت. نعم هذه هي اللقطة الثانية. نفس الحاجة، الآن راح أعمل نفس الحاجة زي ما عملتها في اللقطة الأولى، لكن راح اعملها يعني بالطريقه بالسرعه العاديه. اول حاجه اشوف الويف فورم ها هنا، اروح على البرايمري كولر كوركشن، اروح على الاكسبوجر، ارفع الميد تونز قليلا، بعد نهبط البلاكس وارفع الهايلايتس قليلا. اوكي اشوف بلاك كولر كوركشن، بالكولر كوركشن مقبوله. بعد نروح على الساتوريشن، ارفع الساتوريشن قليلا، بعد اروح اعمل سكندري حتى ارفع الوان الشجر،
احط زائد واحد، بعد اختار الالوان الخضراء، وحتى اشوف انا ماذا اخترت، الون الاشياء هذه، من بعد ارفع ارفع التوليرانس، اوكي، من بعد اعمل ماسك، احطه فقط في المناطق اللي حبيت اثر فيها هكذا. اوكي، من بعد ارجع للالوان نفسها واعمل ريسيت للاكسبوجر، راع الساتوريشن وارفع من الساتوريشن هكذا، حتى ممكن ازيد في الخضار من الكولرز، لكن مش ليس كثير يعني. لا، هعمل ريسيت، فقط ارفع الساتوريشن قليلا، من بعد ارجع مرة تانية اشوف بلا الساتوريشن، بي ساتوريشن يمكن بحاجة للساتوريشن اكتر. نرجع شوف، نعم الآن أثر فيها. طيب، في اللقطة الأخيرة، شوية اللقطة الأخيرة صعبة شوية، لأنه لما كنت أشتغل في الكاميرا كان settings مش مظبوطة فيها، فنرجع أعمل primary على الإكسبوجر. من بعد أول حاجة أعمل global، يعني افتح الصورة كاملة يعني، بعدين اروح على البلاكس، اهبطها قليلا هكذا، بروح على الهايلايتس، بروح على الميد تونز، برضو ميد تونز بسموه يعني بتأثر قليلا من الهايلايتس وقليلا من البلاكس، لذلك اذا عملت تعديلات في الميد تونز لازم تصلح في البلاكس والهايلايتس. طيب، نقول هذه اللقطة يعني اوكي، طبعا انت بنفسك روح ضبط اللقطات الثانية. في مثلا عملنا اللقطة هذه وما كملناش اللقطة هذه، مثلا في اللقطة هذه تختارها من بعد تروح match color، لا تختار اللقطة هذه اولا، دائما بتلخبط بيناتهم، تختار اللقطة هذه، من بعد تروح على match color وتختار اللقطة هذه. حبيت أعمل هذه على هذه، فاختارها هكذا، ونقل لي تصليح تعديل الألوان من المنطقة هذه إلى المنطقة هذه، نحط apply match، من بعد نلاحظ إنه يعني اللقطة هذه تعدلت من غير عناء كثير، لكن برضو مرات تحتاج انك تعدل شوية قليلا يعني. فاللقطة هذه شوية اظن فاتحة كثير، فنروح على الـ color correction، نروح على exposure ونهبط قليلا، ننزل في الـ mid tones، أخي الحبيب، أتريد أن تحيا في ذمة الله؟ أتريد أن تكون نشيطا طيب النفس في يومك؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنك إذا قمت فصليت الفجر تصبح نشيطا طيب النفس، وإذا ركبت تصبح خبيث النفس كسلان، فلا يطلبك الله من ذمته بشيء. لا تدري متى يحضرك الموت، ربما يأتيك من يومك من غد وأنت لم تصلي الفجر.
فماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ طبعا تعديل الألوان يأخذ وقت طويل، يعني مش في كم من دقيقة، فخذ وقتك مع تعديل الألوان. ها هنا فقط يعني خلي عينيك محطوطة على السكوب، ما تطلعش فوق 100 أو تحت 0، تكون يعني ألوان معقولة، ومع ذلك يعني تنظر إلى المنظر ها هنا، ومن بعد أنت بإحساسك، يعني إذا حبيت اللقطة ممكن تزيد فيها أو تنقص زي ما أنت حبيت. طبعا اللقطة هنا لم تنتهي بعد، هي بحاجة لشغل كثير. بعد لما نخلص من تعون السي جي وتعون الثري دي، يعني الفي اف اكس والثري دي والحاجات هذه، لما يخلصوا يعطونا اللقطات نحطهم ها هنا، نعمل ريبليس للقطات هذه، نبدلها باللقطات المشتغل عليها، وبعد ذلك نصلح الصوت والألوان يعني لدرجة أعلى حتى نعملها، نخرجها للدي في دي أو مثلا إلى للإنترنت. لمشاهدة بقية الدروس تذهب إلى 3dregion.com، وهناك ممكن تلاقي الدروس مفصلة على حسب نوعيتها. للتفاعل للأسئلة والمشاركات تذهب إلى facebook.com/saltmedia. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.